عن فوانيس رمضان، وفي محافظة الغربية انتشر الحقيقة فانوس محمد صلاح بشكل كبير جدا في أرجاء المحافظة، وكان حجم الإقبال عليه كبير جدا. ده اللي هنعرفه من خلال التقرير الجاي. الغربية كان فيها الكلام ده، طبعا هي ماسكة رأس محمد صلاح، لكن في مصر كلها فانوس محمد صلاح كان منور وكان عليه ضغط كبير جدا. بس هنشوف الوضع إيه في الغربية من خلال هذا التقرير. بعد نجاحه الباهر وشهرته الواسعة في لعبة كرة القدم، أصبح محمد صلاح ابن محافظة الغربية أحد النماذج الناجحة التي أصبحت قدوة للشباب، فأصبح بطلاً. الآثار عادية خالص، هذا يمكن هو فانوس محمد صلاح عاملينه احنا خشب، معمول ورش عاملاه خشب وطبع عليه الصورة. بيتباع ب 35 وفي ب 40. مع كل المحلات هو فريق محمد صلاح كلها. والله في اللي هو الفانوس العادي الخشب ده ب50. استغل شهرته عدد كبير من التجار واصحاب مصانع الفوانيس وشركات للاستيراد، فقرروا اختياره ليكون بطل هذا العام بعد تألقه على طريقتهم، وقرروا عمل فانوس رمضان على صورته. احنا كان عندنا كذا مقاس من اول 10 جنيه لغايه الفانوس بتاعه النهارده وصل 250 جنيه اللي بيلعب محمد صلاح نفسه. حتى الزينة كان في زينة لسه محمد صلاح خلصانة كمان. كله في مصر كله بقى يعمل محمد صلاح. محمد صلاح اللي بتبيعه بكام؟ 75. ايه مبسوطة وانت شايلها؟ مبسوطة. الناس بتيجي هنا يشتروا فانوس صلاح بس؟ ايه السبب؟ نجم مصر. انتشر الفانوس بصورة غير مسبوقة، وتراوح سعره من 50 إلى 200 جنيه، لكن رفض محمد صلاح مقاضاة الشركات التي استغلت اسمه وصورته، وقال لن أقاضيهم طالما هدفهم إسعاد الأطفال.